بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الثالثة Lecture 3 من مادة الـ E202 Digital Electronics 1 لمناهج كلية ينبع الصناعية. طبعا شرحنا في الحصص الماضية Number Systems المختلفة اللي عندنا، اللي هو شرحنا الديسيمال ثم الباينري ثم الأوكتال بعد كده، ثم شرحنا الهكساديسيمال والبي سي دي. أنصح طبعا اللي ما شافهم يبدأ يراجع الدروس الماضية اللي فاتته. طيب نيجي نشوف الآن درس جديد اللي هو Binary Addition and Subtraction. طيب Addition بسيط، Binary Addition لو نبغى نجمع القيمتين هذه الآن عندي 1001 مع 010 اللي هي عبارة عن هذه قيمتها 9 + 2، المفروض 9 + 2 احنا عارفين الناتج حيكون 11. فنيجي نشوف كيف نعملها بالباينري. نبدأ برضو من خانة الآحاد من هنا، 1 + 0 هذه 1 0 + 1 0 + 1 = 1، 0 + 0 أو 0 + 0 = 0، وأخيرا 1 + 0 = 1. فطلع عندي هذا الناتج وقيمته 11. نيجي نشوف مثال ثاني. لو عندي الأعداد هذه الآن 0 + 1 زي ما عملنا بون، 1 + 1 هذه عندي باثنين اللي هي 02، 2 قيمتها في الباينري 01، معليش هذه هي 0 والكاري عندي 1. طيب الآن أبغى أجمع 1 1 0، أجمع 1 + 1 + 0 حيطلع عندي برضو 0 والكاري 1، ثم بعد كده 1 0 0 حيطلع عندي 1، وأخيرا الواحدة الأخيرة تنزل 1 + 0 = 1. طيب هذا كذا أمثلة جدا بسيطة على عمليات الجمع. نشوف الآن عمليات الطرح. قوانين عمليات الطرح عندي طبعا عارفين 0 - 0 = 0، 1 - 0 = 1، 1 - 1 = 0. نجي الآن 0 - 1، you have to borrow 1 من الخانة اللي جنبك، حتصير اللي هي 0 1 - 1 يساوي 1. راح نشوفها في المثال راح توضح أكثر بإذن الله. طيب example subtract القيمة هذه اللي هي 1 1 اللي هو قيمتها 3، أطرحها من 0 1 من 1. خلينا نكتبها، نكتب 1 1 - 0 1. طبعا احنا عارفين انه عندي هنا 3 - 1، الناتج المفروض اطلع 2. نيجي نشوف 1 - 1 = 0، 1 - 0 = 1، فهذا الناتج طلع عندي 0. طيب ناخذ مثال جديد الان. عندي هنا القيمتين هذه نبغى نطرحهم من بعض الان. فنجي نشوف الآن 0 - 1 طبعا ما ينفع، فنشوف نحاول نستلف من أقرب واحد موجودة. فعندي هذه الواحدة الآن هنستلف منها، حتصير قيمتها 0، وراح نستلف هنا الآن هذه حتصير 1 0 اللي هو 2 لأنه استلفنا من هنا. طيب ثم بعد كده ما نقدر، هذه برضو نبغى نسلف هنا، فحتصير قيمتها 1، وحتصير هذه قيمتها 0 1 اللي هي 2. الآن عندي 2 - 1 = 1، ثم بعد كده هنا عندي 1 - 0 = 1، هذه الآن 0 - 1 راح نستلف من أقرب واحد موجودة عندنا، هذه راح تصير 0، وراح يصير عندي هنا 1 0 اللي هي 2، ناخذ منها برضو نسلف اللي جنبها هنا 1 0 اللي هي 2، راح تصير 1 لأننا راح نسلف اللي جنبها 1 0 برضو راح تصير 1، والقيمة هذه 0 الآن صار عندي 0 1 اللي هي 2. فالآن عندي 2 - 1 = 1، ثم بعد كده عندي 1 - 0 = 1، ثم 1 - 0 = 1، ثم 1 - 1 = 0، وبعد كده الآن عندي هنا
صفر ناقص صفر، صفر واحد ناقص صفر بواحد. فالقيمة الآن، قيمة الطرح صارت عندي 1 1 1 1 1 0 0 1. فهذه القيمة الآن عندي، قيمة الطرح على القيمتين هذه. طيب ناخذ مثال ثاني الآن. عندي هذا المثال، نبي نطرح القيمتين هذه من بعض. عندي هنا 0 ناقص 0، الناتج حيطلع عندي 0 ناقص 0 بصفر، 1 ناقص 1 بصفر، ثم بعد كده 1 ناقص 0 بواحد، ثم نجي الآن هنا عندي 1 ناقص 1 يساوي 0، 0 ناقص 1 ما ينفع، نستلف من اللي جنبها، تصير هذه 0 وتصير هذه 1 0، اللي هي 2 ناقص 1 بواحد، ثم بعد كده 0 ناقص 1 ما ينفع، حنستلف من اللي جنبها، حتصير 1 0، نكتب فوق هنا 1 0، اللي هي 2 ناقص 1 بواحد، وهذه صارت قيمتها 0 ناقص 0 بصفر، وأخيرا 1 ناقص 1 بصفر. فصار عندي هذه القيمة 0 0 1 0 1 1، والأصفار الباقي على اليسار ما لها أي قيمة. طيب ناخذ موضوع جديد عندنا، اللي هي ال ones and two complements. طبعا بالنسبة للباينري ما فيها نيجاتيف، ما فيها إشارات موجب وسالب، فنجيب الكومبلمنتس عشان نقدر نعرف ال ones and the twos، نقدر نعرف الإشارات السالبة من الموجب، أو هذا القيمة موجبة أو سالبة. It is a way to represent the negative sign in computer language. Ones complement is to replace 0 into ones and ones into zeros. نشوف مثال. Find the ones complement for 0011 01. خلينا نشوف الآن إيش راح يطلع عندي الناتج. فقط راح نبدل ال ones complement، راح نبدل كل صفر بواحد وكل واحد بصفر، يعني 1 1 0 0 1 0، احنا كده وجدنا ال ones complement. طيب نشوف الان find the twos complement for القيمة هذه والقيمة هذه. عندنا قيمتين الان نبغى نجيب لها ال twos complement. ال twos complement جدا بسيطة، تحول اول شيء توجد الخطوة الاولى ال ones complement اللي هو 0 0 1 1 0، ثم بعد كده تجمع على الناتج 1 زائد 1، فحيصير عندي هنا 1 0 1 1 0، وبكذا وجدنا ال twos complement للقيمة هذه. نجي نشوف الآن القيمة الثانية عندنا هنا، المثال الثاني. نجد ال ones complement زي ما قلنا 1 0 1 1 0، ثم نجمع عليه 1 على علامة الجمع يساوي 1 زائد 1 0، 1، ثم بعد كده 1 1 0، وبكذا وجدنا ال twos complement. طيب ناخذ موضوع جديد الآن. عندنا subtraction using twos complement method. The procedure for subtraction with twos complement m minus n، اللي هي طبعا العدد m يمثل العدد الأول، n يمثل القيمة الباينري الثانية. Write the 8-bit binary values for m and n. لازم نكتب قيمة ال n وال m في صورة 8-bit digits. ما ينفع أخليها 4-bit أو 3-bit digit وأبغى أسوي ال twos complement. لازم تكون 8-bit digits. طيب بعد كده get the twos complement for n. This done by inverting each bit of n binary number and add 1، زي ما شرحنا سابقا. Add the minion m to the twos complement of n. ثم بعد كده inspect the result for sign bit, the 8 bit. طبعا sign bit ايش يعني هذا الكلام؟ اذا كان اخر bit، البت رقم 8، most significant bit بيساوي 0، this means that the result is positive number. الريزلت اللي عندنا positive number. طيب if the sign bit most significant bit كانت 1،
This indicates that the result is negative and the magnitude is in 2's complement. لازم نرجعها مرة تانية. إذا طلع لي العدد الـ 8 بت طلع لي بواحد، نعرف إن هو بالنيجاتيف ولازم نبدله، نحوله مرة تانية نجيب الـ 2's complement. To convert a 2's complement result to a signed number in the binary form, رقم واحد invert each bit produced one complement, add one, put the minus sign in front of the indicated result. فهذه الطريقة كيف نعمل الطرح. طبعا كلام لازم نثبته بمثال عشان نقدر نفهمه ويصير أسهل لنا إن شاء الله. طيب نروح للصفحة اللي بعدها. عندنا مثال الآن. Use the 2's complement to perform the binary addition or subtraction. طبعا اللي عندي الآن 14 positive و 8 positive، نبغى نستخدم the 2's complement. طبعا ما يحتاج هنا نجيب the 2's complement، ولكن لازم نجيب the 8 bit binary digits. ال 14 هي عبارة عن 0 1 1 1 0 0 0، باقي لنا كمان 0 1 2 3 4 5 6 7 8. الثمانية عبارة عن 0 0 0 0 1 0 0 0 0، هذه هي الثمانية. طيب نجي الآن نعمل العملية. عندي عملية جمع جدا بسيطة. 0 plus 0 0 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 plus 1 0 1، ثم بعد كده 1 0 0 0، وعندي ال 8 bit ال most significant bit ب 0، يعني هذا العدد موجب وهذه القيمة زي ما هي تساوي 22، وهنا الناتج برضو حيطلع 22. عندنا مثال ثاني الآن. خلينا نشوف هذا المثال. عندنا 14 موجبة وعندنا 8 سالبة. فزي ما قلنا العدد السالب لازم نمثله باستخدام الـ 2's complement. خلونا نجيب الـ 2's complement للثمانية بعد ما نحولها إلى 8 bit، اللي هي عبارة عن 0 0 0 1 0 0 0 0. هذه طبعا الـ 8 bit الثمانية. ثم الآن نحولها إلى الـ 2's complement. هنحول أول شيء للـ 1's complement. 1 1 1 0 1 1 1 1، ونضيف عليها 1. راح نجمع القيمتين هذه، 1 plus 1 أو 1 زائد 1 بصفر 1. نفس الشيء 1 plus 1 صفر 1. 1 زائد 1 صفر 1. 1 زائد 0 بواحد، ثم بعد كده 1 1 1 1. فهذه صارت الآن عندي الثمانية بالسالب، فهذا عندي قيمة الماينس 8. طيب خلينا نجي نشوف ال 14 اللي هي زي ما احنا عارفين كانت 0 1 1 1، ثم بعد كده 0 0 0 0. هذه قيمة ال 14. والثمانية زي ما حسبناها الآن اللي هي عبارة عن 0 0 0 1 1 1 1 1. فالآن نعمل عملية الجمع اللي عندنا عادي. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
فطلع عندي هنا كاري، هذا اسمه كاري، فدائما الكاري اجنور الكاري، اجنور خط سيء الكاري، هنا في اي اجنور الكاري، هنا تنتهي بالواي. طيب
الآن صار عندي العدد هذا، والساين بت عندي هنا بزيرو. هذا جدا مهم، يعني العدد طلع موجب، زي ما احنا عارفين انه الناتج هنا حيطلع اصلا موجب 6، وهذه هي نفس القيمة تبع الموجب 6. فهذه هي القيمة لهذه المسألة. ناخذ مثال ثاني. طيب عندي 8 وعندي 14 بالماينس، 8 موجب و14 بالماينس. نجيب التوز كومبلمنت لل14، خلاص ما يحتاج نشرح كيف، ولكن عندي الثمانية الآن اللي هي عبارة عن 0 0 0 1، ثم بعد كده 0 0 0 0. ال14 بعد ما نجيب التوز كومبلمنت هتطلع عندي 0 1 0 0، وبعد كده 1 1 1 1. الآن نعمل عملية الجمع اللي عندنا، 0 زائد 0 0 0 زائد 1 1 0 زائد 0 0 1 زائد 0 1، ثم بعد كده 1 1 1 1. طلع لي الناتج وطلع لي الساين بت الأخير هنا عندي عبارة عن عدد موجب. فالآن لازم نجيب التوز كومبلمنت للعدد هذا، طلع عدد، أقصد عدد واحد، يعني إنه الناتج طالع بالسالب، وزي ما إحنا عارفين إنه الناتج راح يطلع أصلاً سالب 6. طيب خلينا نجيب التوز كومبلمنت. أول شيء نحول للونز كومبلمنت اللي هي عبارة عن 1 0 1 0 0 0 0 0، ثم بعد كده نجمع على الناتج هذا زائد 1، راح يطلع عند الناتج 1 زائد 1 0 1، ثم بعد كده هنا 1 1، بعد كده 0 0 0 0 0، والناتج طلع عندي بسالب 6. هذه سالب قدام الناتج، وهذا قيمة الناتج بالباينري. نشوف مثال أخير. عندي الآن سالب 8 سالب 14. طبعا احنا عارفين انه الناتج راح يكون سالب 22، خلينا نكتبها سالب 22. راح نجيب التوز كومبلمنت تبع السالب 8 اللي جبناه سابقا اللي هو 0 0 0، بعد كده 1 1 1 1 1. وبالنسبة لل 14 اللي هي عبارة عن 0 1 0 0 1 1 1. اوكي طيب نجي نشوف الآن، نعمل عملية الجمع. 0 زائد 0 0 0 زائد 1 1 0 زائد 0 0 1 زائد 0 1، ثم بعد كده 1 زائد 1 0 1. الآن عندي 1 زائد 1 زائد 1، هذا الناتج حقها 1 1، حيطلع لي 1 زائد 1 زائد 1، هذا ب1 1، حيطلع لي 1 زائد 1 1 1 1. صار عندي كاري، زي ما قلنا اجنور الكاري، هذا كلها اجنور. والآن عندي هنا القيمة بالسالب، لأنه الايت بت العدد البت الثامن بواحد، فراح نجيب التوز كومبلمنت. أول شيء نجيب الونز كومبلمنت، 1 0 1 0 1 0 0 0، ثم نجمع على هذا الناتج 1 زائد 1، حيطلع عندي 1 زائد 1 0 1، ثم بعد كده عندي هنا 1 0 1 0 0 0. فهذه الآن هي هذه القيمة اللي تمثل 22 بالسالب، نحطها سالب وطلع عندي هذه القيمة. وبكذا حبايبي خلصنا الشابتر 1 النمبر سيستم، وبإذن الله نشوفكم في الشابتر الجاي، شابتر 2 اللي هو حيكون عن اللوجيك جيت بإذن الله.